مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقة نهاية الأسبوع من الحياة. اليوم بدأت النهاردة الجلسات الرسمية للقمة الأوروبية الأفريقية، والعنوان هو المشاركة. العنوان هو هنعمل ايه مع بعض أوروبا وأفريقيا والدول الأفريقية. عايز أقول لكم رؤساء الاتحادات المختلفة، سواء بقى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ورئيس المجلس الأوروبي وغيرهم، ألقوا بالكلمات المختلفة في هذه الجلسة الافتتاحية، واليوم بيكمل بجلسات مختلفة مغلقة ما بين الزعماء والرؤساء وممثلي الحكومات على أعلى مستوى ما بين أوروبا وأفريقيا. لغاية هنا أنا قدمت لكم الخبر اللي هو الرسمي. الخبر التاني بقى، أو مش الخبر بقى، هو الكلام بقى التاني. أنا قرأت وشفت الناس دي بتقول إيه. جميل جدا إن أنت بتحبني، أهلا وسهلا يا سيدي. جميل جدا ان حضرتك بتقول، وزي ما طلع الرئيس الفرنسي ماكرون وقال ان افريقيا تواجه تحديات عديدة، واولها الثقة والنقلة الرقمية، واولها مش عارف كذا، وان هي محتاجة انترنت، والتحدي الثاني هو المناخ، والتحدي كذا والتحدي كذا، كسبنا صلاة النبي. ثم ماذا؟ ما الذي قدمته اوروبا لافريقيا وهي تحتاج الى الدعم؟ بسبب ان معظم مشاكل القارة الافريقية سببها الدول المتقدمة. يعني لما تيجوا تتكلموا معنا عن المناخ وعن تأثرنا بالمناخ، طب ما احنا دول لم عملناش انبعاثات، ما حرقناش في الجو، ما عملناش التلوث، ودول سمعنا مفتوحة، ولكن احنا النهاردة بنتقيد وبنحترم كل القرارات اللي تم اخذها في العالم في كل الاجتماعات المختلفة علشان نصل الى مرحلة معينة من ان احنا نحافظ على مناخ هذه الكرة الارضية كله. قمة المناخ ستعقد في مصر، وزي ما قلت لحضراتكم كل الطرق وكل الاجتماعات القادمة طول السنة اللي جاية، ده طول ما حضراتكم هتشوفوا اجتماعات الرسمية، اي انعقادات لقمة، كلها كل الطرق ستؤدي الى نوفمبر القادم، قمة المناخ في شرم الشيخ. ليه؟ لان البيئة اصبحت الشغل الشاغل لكل دول العالم في السياسة والاقتصاد، كل حاجة كله يقود الى البيئة، كله يقود الى هذه المنطقة. رئيس الاتحاد الاوروبي، انا اسف، رئيس الاتحاد الافريقي لما اتكلم بيتكلم، والراجل حط النقط فوق الحروف. طبعا هو رئيس السنغال ماكي سال، وكان بسيطا للغاية وواضحا للغاية. قال احنا محتاجين مساعدة دون املاءات خارجية، احنا محتاجين شراكة من غير ما تملوا علينا اعمل كذا واعمل كذا والكلام ده كله. الاملاءات الخارجية دائما زمان كانت بتضطر ان انت تسمع حاجات معينة او ناس تلوي دراعك ضد مصلحتك احيانا. النهاردة القارة الافريقية زي ما قال لهم رئيس الاتحاد الافريقي، وهي نفس الرسالة التي وجهتها مصر، وجهها الرئيس السيسي، وجهوها عدة مرات في عدة اماكن وفي عدة اجتماعات مختلفة. لقد اختلفت افريقيا يا سادة، صباح الفل، اصحوا بقى، افريقيا اختلفت، والنهاردة في تعاون افريقي افريقي، والنهاردة في نمو في افريقيا، والنهاردة في دول كثيرة جدا من كل العالم عايزة تدخل هذه القارة. ليه؟ لان احنا اكتر قارة فيها شباب، واكتر قارة فيها موارد للبشرية كلها، وبالتالي انت لك اطماع، مش هقول بقى مكاسب في انك انت تساعدني، انت لك اطماع في هذه القارة، ولكن لو سمحت خد بالك الدنيا اتغيرت، وده اللي قاله النهاردة رئيس الاتحاد الافريقي. خلينا نشوف هذه الرؤية العامة التي تتحدث عن الاقتصاد وعن الدنيا. الدنيا اختلفت كتير. لو انتم بصيتم للدول الافريقية المختلفة، النهاردة بيبنوا سدود، والنهاردة بيعملوا طرق، والنهاردة بيعملوا محطات كهرباء، والنهاردة بتجرى انتخابات، والنهاردة بتشوف عواصم افريقية اصبحت من اكبر العواصم، واصبح فيها اقتصاد، واصبح فيها تنمية، واصبح فيها تجارة بينية. وبالتالي ما عادش ينفع ان تتحدث الى قارة السمراء بنفس طريقة الحوار السابق. ايوة احنا دول نامية، ايوة احنا بتسمونا دول العالم الثالث، ولكن لا تنسى ان احنا انت محتاج لنا، وايضا نحن نحتاج الى الدعم. وما ينفعش ابدا في يوم من الايام ان تحمل دول ما لا طاقة لها، يعني ما تقدرش. النهاردة طالعين بيتكلموا في هذه الاجتماعات على ان اوروبا ساعدت، وده صحيح يا جماعة، ساعدت القارة السمراء في جائحة الكورونا. بس طيب احنا هننسى
ان لما ده ظهرت التطعيمات واللقاحات كان في خناقه، والدبليو اتش او طلعت ومنظمه الصحه العالميه طلعت وقالت ان هناك توزيع غير عادل للقاحات، توزيع غير عادل على دول العالم. اتحسنت الحدوته؟ ايوه. انتهت؟ لا ما انتهتش. هل في دول لسه ما طعمتش الناس؟ ايوه. في القاره السمراء؟ ايوه. ما عندهاش فلوس؟ ممكن. ولكن القضيه هنا في ظل كل هذه الاجتماعات، وده اللي انا كنت بسال انا واصدقائي زملائي الاستاذ هيثم وعبد الناصر، كنا قاعدين بنتكلم قبلها، قلت لهم بصوا انا اللي هممني من الاجتماع ده في الاخر، ها وبعدين؟ طيب انت بتعترف باهميتي، انت بتعترف بمشاكلي، انت شايف مشاكلي، انت سمعت كلامي كررته لك اكتر من مره، سواء بقى الملف الارهاب واللي احنا عاملينه ليبيا واللي بيحصل فيها، كل ما يمكن ان تتخيله. ما هي القرارات التي ستتخذها هذه القمة لمساعدة القارة الأفريقية؟ على الهاتف أستاذنا الكبير السفير جمال بيومي، أمين عام الشراكة المصرية الأوروبية، مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير سعادة السفير. مساء الخير حبيبي، بارك الله فيك. أشكرك. أنا آسف ولكن أنا كنت يعني بسأل سؤال وأرجو حضرتك تجاوبني عليه. كل الاجتماعات الحلوة الجميلة دي جدا، وبنقابل بعض ونبتسم ونطرح القضايا ويقولوا لنا أنتوا حلوين وإحنا نقول لهم أنتوا حلوين، في الآخر القارة السوداء القارة السمراء هتشوف إيه من أوروبا في إطار الشراكة 2030؟ ما أنا أعتبر المثال الجيد للنجاح. ما تنساش إن إحنا لما وقعنا اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية 2001 حقصد على طول على النتيجة ان صادراتنا الى اوروبا زادت 4 مرات. تمام. ده شيء جميل. نطلب المزيد بقى، نطلب استثمار عشان نبتدي نصنع اشياء مفيدة لنا وللاخرين. نطلب ان اوروبا تمول مشروعات للاستثمار في افريقيا بالخبرة المصرية. ده اهم ما انتظره. نطلب الجزء الحساس اللي حضرتك كلمت فيه، ما عدش كل شوية يكلمني في حقوق الانسان والديمقراطية والكلام ده. هقول لك خبر كويس. ياريت. نحن الدولة الوحيدة وأول دولة صممت أن نص في الاتفاق على ما هو المقصود بحقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان عندك في أوروبا، في أوروبا والبلاد البيضاء غير ما عندي. هو يعني بيصل الأمر إلى أنه يقول منع الإعدام، وأنا عقيدتي وديني وثقافتي تقول لا، من قتل يقتل. اثنين، بيقول منع تعدد الزوجات. اسمح لي، انا قلت الكلام ده بقى في بروكسل، ويعجبك ان الدبلوماسيه المصريه فيها يعني جرأة وهجوميه. قلت لهم ايه الوضع الافضل؟ اما اكون انا متزوج من زوجه طيبه ثم لسبب ما بتخلفش ولا مش عارف ايه فقررت اتزوج اخرى، ده افضل؟ ولا رئيس احدى اكبر الدول الاوروبيه اللي عنده زوجه في القصر الجمهوري وعشيقه وابنه غير شرعيه، ده شكله احلى انسانيا؟ فبهت الذي كفر. لهذا احنا صممنا نحط في نص الاتفاق ماذا يقصد بحقوق الانسان، وقلنا كده ان حقوق الانسان التي جاءت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان للامم المتحده اللي اتعمل من سنه 46 طبعا. وبالمناسبه احد الذين صاغوا هذا الاعلان الدكتور محمود عزمي، اول سفير لمصر في الامم المتحده. صحيح. انا ما عنديش بطحه على راسي. هو جاي لي بقى طالب امنع الاعدام، وطالب كلمة قبيحة شوية مش هنقولها بالانجليزي، freedom of sexual orientation. تمام كويس. وهي حرية الاتجاهات الجنسية المختلفة. زواج المثل يعني، خلينا نقول بكلمة أنيقة. ومع ذلك النفاق الرجل الأبيض يسمح لأحد رؤساء أو واحد من أقدم رؤساء العالم رئيس دولة إفريقية أنه متجوز 11 ويقول لك ده حلو قوي، لأن العادات الإفريقية أن لما يبقى فيه رئيس تولى حديثا كل رئيس قبيلة بيهدي له بنته. طبعا. الراجل عنده 11 زوجة، تقول له إيه ده بقى؟ بسم الله ما شاء الله. فكده إحنا بنقول حقوق الإنسان والديمقراطية التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأخذا في الاعتبار الخصوصية الثقافية لكل دولة. ما تطلبش مني حاجة أنا مش هقبلها ولا بعد 200 سنة. صحيح، ويمكن ده كان سبب إن الكلمة بتاعت ماكي سال النهاردة قال لهم دون املاءات من الخارج، احنا محتاجين لشراكه دون املاءات علينا. طيب انا مره اخرى اعود الى اصل السؤال، ثم ماذا بعد؟
ثم ماذا بعد؟ ان احنا علينا برضو زي ما طالب الاخرين ماذا بعد، انا لازم اشوف انا نفسي عامل ازاي. طبعا لازم اغطي نفسي بيروقراطيا، الناس اللي بتقف بطوابير في البنوك يتغير هذا النظام. محمد افندي اللي قاعد في مصلحه كذا، جمال عبد الناصر كان له تعبير لطيف بيقول الفساد مش الراجل اللي بيرتشي، اللي بيرتشي ده امره سهل هنديله ال 50 جنيه ونخلص. لا، الفساد في البيروقراطيه هو ان واحد بيعطل مصالح لانه شايف ان هو مش مقتنع بانه يجي له مستثمر قطاع خاص او اجنبي او قطاع عربي. او اللي بيعطلك في البنك، النهارده احنا عملنا مشروع عظيم جدا وهو رفع مستوى المصارف في مصر لمستوى الكفاءة المصرفية العالمية اللي بيسموه بازل 1 بازل 2 بازل 3. طبعا عاوزين نطور ده، عاوزين ننشئ مواني في افريقيا تتحمل السفن العملاقة اللي ما بتخشش المواني الافريقية. الان انا اشتكيت ان مصر للطيران مثلا ما بتغطيش كل المدن الافريقية، انا وانا سافر في غرب افريقيا عشان اجي مصر اقعد 3 ايام لان لازم اقعد في كينيا استنى الطيارة او اروح ليجوز استنى الطيارة. انا عاوز مصر للطيران تغطي كله، اذا كان في خسائر الحكومة تعوضها بحيث يبقى انا قادر ما هو ازاي تعمل تجاره وانا مش قادر اركب الطياره واوصل في نفس اليوم. كل هذه مسائل من ضمن الواجبات علينا ان احنا عشان نيسر التجاره والاستثمار والتبادل نعمل ده. في حاجه تانية بقى كلتشر انا اشكو اليك منه، بعض رجال الاعمال في بلداننا اسس صناعته على انه يعمل له كم من الانتاج يغطي السوق المحلي المصري. جه مستورد في اوروبا وطلب من سيدة أعمال مصرية قال أنا عاوز 100,000 دستة قمصان اللي نور مصري العظيم ده أسبوعيا. أسبوعيا طلع الكمية دي 100,000 دستة قمصان أسبوعيا. فلما تيجي تسأل المنتج يقول لك كمان أنا السوق المصري مكفيني وخلاص. فلا، أنا عاوز بقى يعرف إن أنا مفتوح على سوق أوروبي من أغنى أسواق العالم 500 مليون، إن أنا مفتوح على السوق العربي 430 مليون، والسوق الإفريقي عاوز شركات بضخامة انها تقدر تستوعب التصدير لكل هذه الاتجاهات. يعني في واجب ايضا على رجل الاعمال بتاعنا انه ما يكتفيش بالسوق المحلي وينتج انتاج من حيث الكم والجودة يغطي هذه الاسواق. قبل ما اطلب من الاجنبي يعمل الهوم ورك بتاعه، اعمل انا الهوم ورك بتاعي. احنا شغالين على الهوم ورك بتاعنا وبنحاول نطور في هذه المنطقة. تمام. حدثني عن التزامات القارة الأوروبية بالنسبة للمناخ في مصر أو بالمناخ في أفريقيا كلها. لا، ما شاء الله أوروبا وأمريكا والصين بيسيئوا للمناخ 100 ضعف اللي أنا بعمله. بالظبط كده. لأن أسوأ الصناعات وصناعات ملوثة للبيئة. لكده أنا فخور إن مصر هتستضيف مؤتمر المناخ إن شاء الله في نوفمبر القادم عشان نحاول نجرجر هؤلاء الناس إلى التزام سليم من حيث الحفاظ على البيئة. وعاوز اقول لك الصعوبة جاية مش ان الدول عاوزة تستنتج هذه السلاح، ايضا الصناعة وصناعة السلاح وبعض الصناعات الملوثة للبيئة بتضغط حكومات عشان ما تقبلش باي التزام يحافظ على البيئة لانه مكلف. طبعا النهارده في اوروبا ممنوع حضرتك تسوق عربية الا اذا كان فيها العادم اللي هو الشكمان يكون عنده 9 فلاتر داخله. فالنهارده ما اصبحتش السياره الاوروبيه ملوثه، وده بيكلف لما يجي بقى يصدرها لك. لا، انت بتسمح بالفلتر اللي بيلوث البيئه والى اخره. فاذا الصناعه ايضا بتقاوم هذه الاتجاهات، وعلينا كحكومات ان نكون احنا كمان يعني كحد السكين، ما فيش هزار في هذه الامور. وان مطلوب، وده على فكره حدوته ظريفه حذر منها الرئيس ايزنهاور في اخر خطبه القاها اللي بيسموها خطبه الاتحاد، حذر فيها من سيطرة رأس المال بالذات صناعة السلاح على متخذ القرار في البيت الأبيض. فيعني نكون متوازنين، نحقق مصالح صناعتنا لكن في نفس الوقت نحترم التزاماتنا الدولية. سعادة السفير جمال بيومي أمين عام الشراكة المصرية الأوروبية مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. اليوم ما خلصش بالجلسات، وزي ما قلت لكم من الواضح ان الرئيس عبد الفتاح السيسي له اجندة مختلفة في هذه الزيارة، وهي اللقاءات الثنائية المختلفة. خليني اولا ابدأ باللقاء الذي تم ما بين الوفد المصري والرئيس مع رئيسة المفوضية الاوروبية، والحديث المشترك الذي تم بينهما
في النهاردة أيضا في بروكسل على هامش هذه الاجتماعات. أسيب حضراتكم مع هذا التقرير حول هذا اللقاء ونعود نكمل حديثنا عن هذه الاجتماعات. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدة أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش زيارة سيادته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن ترحيبها بزيارة السيد الرئيس إلى مقر الاتحاد الأوروبي وحرصها على التواصل المنتظم مع سيادته في ظل كون مصر شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي، مؤكدة رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة. عايز اقول لكم ان طبعا أورسولا فون دير لاين عملت تويتة بعد اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. خليني اقرا لكم هذه التويتة بتاعتها. بتقول لقد التقيت بالرئيس، ناقشنا كيفية تعزيز العلاقات في، بتقول اكروس ذا بورد. اكروس ذا بورد يعني كل الملفات في جميع المجالات بما في ذلك الفرص الاقتصادية، الاستقرار الاقليمي، حقوق الانسان، الطاقة والمناخ. وهي بتؤكد، بتقول بصفة من مصر رئيس للكوب 27 ستلعب مصر دورا حاسما في النجاح. هي بتتكلم في النجاح العالمي لمكافحة التغير المناخ بصفتها رئيسا للكوب 27 القادم في مصر وفي شرم الشيخ. زي ما قلت لكم كل الطرق تؤدي الى شرم الشيخ في نوفمبر القادم. اهم مؤتمر هيكون طول السنة ويمكن واحد من اهم المؤتمرات القمة على مستوى العالم في العقد الاخير، يعني في العشر سنين الاخيرة، ده من اهمهم لانه وصل الى مرحلة يجب اتخاذ قرارات ملزمة لكل الدول. على الهاتف دكتور اشرف سنجر استاذ السياسات الدولية عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور اشرف مساء الخير يا فندم. مساء النور سعادتك، مساء النور. اهلا بيك. اللقاءات الثنائيه نتحدث عنها التي يقوم بها الرئيس على هامش حضوره للقمه المشتركه للاتحاد الافريقي والاوروبي في بروكسل، راي حضرتك فيها واهميتها؟ تفضل. اهميه اللقاءات الثنائيه التي عقدها الرئيس في بروكسل. طبعا زياره الرئيس لمقر المفوضيه الاوروبيه واستقبال دوله بلجيكا للرئيس عبد الفتاح السيسي ده تكريم لجمهوريه مصر العربيه، يعني ليس الملك او رئيس الوزراء يقابله طبعا كل الحضور. العلاقات المصريه البلجيكيه علاقات لها خصوصيه لم تعاصر مصر وبلجيكا سوى المحبة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون السياسية، بل على العكس بلجيكا بتسعى منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قيادة مصر إلى تطوير التبادل التجاري. وهناك اتفاقيات عقدت في سنة 2020 و2021 ليصل إجمالي التجارة بين بلجيكا ومصر إلى 1.5 مليار دولار والى مزيد من التقدم في هذا الحجم او الكم التجاري بين مصر وبلجيكا. هناك تقدير لبلجيكا باعتبار انها تنظر الى ان مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي جزء مهم بل كبير في استقرار المتوسط شمال افريقيا. اعاده طبعا المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، الحفاظ على السلام، ليبيا، لأن مصر هي البوابة لأفريقيا بجانب أنها البوابة الحامية كشمال أفريقيا إلى المدخل الجنوبي لأوروبا. ينظرون الأوروبيين بفهم محترم إلى دور مصر المهم والمركزي، وخصوصا طبعا مع انتقال الجاليات الإسلامية أو المهاجرين العرب إلى بلجيكا من فرنسا، فأصبحت طبعا وجهة النظر الإسلام السمحة التي استخدمها الأزهر
ومنظور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم الاسلام المعتدل لاوروبا وللعالم، ده كلها مجال تقدير واحترام كبير من بلجيكا ومن العالم الاوروبي. طيب دكتور اشرف، خليني اسالك، ما هو المتوقع كنتيجه لهذه القمه؟ يعني القمه اللي منعقده في يومين دي، ايه اللي المفروض هتطلع بيه القمه دي؟ لا، القمه دي مختلفه عن القمم السابقه، بمعنى انها يعني المفوضيه الاوروبيه اعلنت عن تخصيص 150 مليار دولار لافريقيا، ادركوا بان التنافس الروسي على افريقيا جديد، التنافس الصيني على افريقيا جديد، الامريكي. الاوروبيين طبعا لهم تاريخ سابق في فهم القاره الافريقيه لانهم قد احتلوا القاره معظم دولها ويعلمون مصائبها ويعلمون مشاكلها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني حينما تولى قياده الاتحاد الافريقي بنى مؤسسات مهمه للعمل مع العالم الخارجي، كما يعني قدم هذه التجربه في اداره شان السياسه الخارجيه المصريه والجمهوريه كده. بالتالي لم يبخل على افريقيا ان يقدم خبره دوليه محترمه من جمهوريه مصر العربيه الدوله الكبيره في افريقيا لتطوير مؤسسات الاتحاد الافريقي. فكانت رؤيه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني الاستثمار المباشر في افريقيا سيقلل الهجرات من افريقيا الى اوروبا. الاستثمار في افريقيا سيقلل البطاله ويوقف النزاعات والصراعات على الموارد. دي نقله تكنولوجيا مطلوب، يعني بناء القاره الافريقيه لتحقيق جمله المكسب الرابح الرابح، ولا تكون افريقيا خاسره ابدا لانها ظلمت كما قال الرئيس قبل ان يتجه هذه القمه. قمه الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي قمه مهمه جدا لما يتعلق بافريقيا، لكن لما يتعلق بالولد سيكون هناك طبعا حوارات مهمه حول سد النهضه باعتبار انها قضيه تطلق مصر الدوله الكبيره المحترمه التي تنال تقديرا كبيرا، وشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار انهم ينظرون لانه شخصيه دبلوماسيه وهادئه وتسعى الى حل الازمات بكل الحكمه والتقوي. هذه امور يعني تجعل هذه القمه مهمه جدا في هذا الشان، شان الامن المتوسط والحفاظ عليه ومنع كل المرتزقه الذين يتجرون في الموقف في ليبيا او رغبه في الانقضاض على موارد ليبيا. هذه امور بظني انها ستكون مطروحه بشده وبقوه. طبعا عوده العلاقات المغربيه الفرنسيه الى شيء من الطيبه والحب طبعا من مساعده في الاستقرار في شمال افريقيا، ففي قضايا كبيره جدا ستطرح في هذه القمه الافريقيه الاوروبيه. دكتور اشرف سنجر، استاذ السياسات الدوليه، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. عايز اقول لحضراتكم ان مش كل الجلسات مذاعه. مش كل الجلسات مذاعه، في جلسات عامه ثم في جلسات اخرى مغلقه، وفي لقاءات كثيره جدا بتتم على هامش هذه القمه وملفات بيتم مناقشتها بعينها. يعني هنفتح دلوقتي في الجلسه دي ملف الميه، الكلام كله واضح للجميع والكل قاعد بيتكلم فيه، هنفتح ملف الطاقه، نفتح ملف المناخ وهكذا. فبالتالي القمه مستمره لغايه بكره ايضا كمان، وانا متوقع ان هي هتخرج مش بتوصيات ولكن على الاقل هتخرج ببعض القرارات. يعني هو مش هيوصيك بحاجه، مش هيقول لك والنبي لو سمحت اعمل لي كذا وكذا، لان انا مش جاي عشان اسمع وصيات زي ما رئيس الاتحاد الافريقي قال. هنتقل بيكم للقاء اخر انا ببص له بنظره اقتصاديه بحته، وهو العلاقات المصريه البلجيكيه. الرئيس عمل مقابلته بالامس مع ملك بلجيكا، المقابلات الرسميه، بس حضراتكم طبعا عارفين ان الجهه التنفيذيه القويه في بلجيكا طبقا للحكم بتاعهم هو رئيس الوزراء البلجيكي. النهارده الوفد المصري برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد اجتماع مع رئيس الوزراء البلجيكي مع كل الوزراء وكل المجموعة اللي كانت موجودة وحضر هذا الاجتماع، والكلام كان في عدة نقاط مهمة، وطبعا كلها معظمها حول الاستثمار وحول التعاون المشترك وحول الملفات المشتركة بين البلدين، ولكن مع اهتمام شديد جدا بمنطقة تطوير المواني
واللوجستيات والطاقة النظيفة، لأن حضراتكم عارفين بلجيكا من أكبر دول العالم في إدارة المواني وفي اللاند ريكليميشن، أو إن هي عمليات التكريك وإن هي تخش على الأراضي البحرية وتكرك وتاخد أرض وتعمل كل ده. بلجيكا من أكبر دول العالم المتقدمة في هذا الأمر، وكان هذا النهاردة اجتماع الرئيس نشوف حول هذا التقرير عن اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء البلجيكي، ونرجع لحضراتكم تاني. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة بروكسل مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر ديوكرو، وذلك بحضور وفدي البلدين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس وزراء بلجيكا رحب بالسيد الرئيس في أول زيارة له إلى بروكسل، وكذلك بمشاركة سيادته في القمة الأفريقية الأوروبية السادسة بهدف تكثيف الجهود المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، حرص السيد ديوكرو على الإشادة بما حققته مصر في مجال التنمية والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم في تحفيز الشركات البلجيكية على العمل في مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة. اللقاء ده ما كانش اللقاء الوحيد مع رؤساء وزراء الرئيس، ايضا التقى النهاردة ومنذ يعني دقائق او منذ فترة قصيرة مع رئيس الوزراء اليوناني اللي ايضا كان موجود في هذه القمة وبيحضرها. زي ما قلت لحضراتكم انتوا بتتكلموا على مجموعات من اللقاءات الثنائية ثم اجتماعات عامة مع القادة وزعماء اوروبا وزعماء افريقيا على هامش هذه القمة. انتقل بحضراتكم على طول، عندي خبر تاني برضو أنا متابعه بس هنتكلم فيه بعد ما نطلع فاصل ونرجع تاني. خبر ده عن الأرض الزراعية ومتابعة رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي لعملية الاعتداءات على الأراضي الزراعية علشان يحافظ على الأرض الزراعية في مصر. هنطلع فاصل ونرجع تاني نشوف الحكومة المصرية عملت إيه في هذا الشأن. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي المشترك ذو مستويين سيناء 6، والذي تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية، ويستمر لعدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. تضمنت المرحلتان إجراءات تنظيم التعاون وعرض القرارات والتقارير للقادة من مختلف التخصصات وفقا للمنظومة المتكاملة لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة. وناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إدارتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل، مما يسهم في تطوير الفكر الاستراتيجي وتعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة. وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، مؤكدا أن القوات المسلحة ستستمر في تطوير قدراتها وإمكاناتها في كافة التخصصات بما يعزز الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي صدور قرار رسمي يحدد طريقة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022. الأعلى للجامعات يعلن بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 19 من فبراير ولمدة 16 أسبوعا.
وزير التنمية المحلية يعلن 124 مليون جنيه حجم الاستثمارات المقدمة للجيزة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات لتحسين مستوى النظافة. وزير المالية خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، مصر تحرص على إنجاح قمة المناخ وطرح مبادرات جادة قابلة للتنفيذ. وزارة التخطيط 3.4 من عشرة مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة المنيا بخطة عام 2021-2022 لتنفيذ 253 مشروعاً تنموياً. وزير الإسكان يعلن خطة دعائية وإعلامية عالمية للترويج لمشروع التجلي الأعظم. وزيرة البيئة تشارك في الجلسة الوزارية للقمة العالمية للتنمية المستدامة حول إعادة بناء الفرص والتحديات في التنمية القادرة على التكيف مع المناخ بالدول النامية. وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية لإقامة مركز تأهيل لأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة قليوبية. وزير القوى العاملة يعلن انتقال العاملين بالوزارة تدريجياً إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وزارة الداخلية تعلن تحرير 5189 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة. هيئة الأرصاد الجوية تعلن غداً أمطار بالسواحل الشمالية، رعدية بشمال الصعيد تمتد خفيفة للقاهرة والعظمى بالعاصمة 19 درجة. زي ما كنت بقول لحضراتكم، أنا بؤيد جدا كل الخطوات اللي بتاخدها الحكومة، أولا لاستعادة الأراضي التي تم التعدي عليها، وأنا ياما شفت زمان وفي السياسة وغيره وغيره وغيره، وأيضا للحفاظ على الأراضي اللي موجودة دلوقتي. يعني هي الحكومة تعمل إيه أكتر من كده؟ بيطلعوا للناس يقولون لو سمحتوا ما تبنوش على الأراضي الزراعية، لو سمحتوا لا تتعدوا على الأراضي الزراعية. أخوانا إحنا عمالين ننكمش في الأراضي الزراعية المحترمة والجيدة، وبتضطر الدولة تطلع في الصحراء علشان تعمل حاجة اسمها ان انا اعمل لك ارض بديلة، ارض بديلة على اللي انت دمرتها. اللي انت بتدمره ده انتاجيته وهو جاهز اضعاف الارض الصحراوية الجديدة اللي الدولة بتصرف عليها ملايين علشان تعوض النقص في الاراضي الزراعية. رئيس الوزراء واضح جدا في الاجتماعات اللي فاتت اللي عملها عدة مرات، واحنا غطيناها على فكرة وكلمتكم عنها في الحياة قبل كده، الحياة اليوم، قلت لكم انه واضح جدا ان هم يعني مركزين قوي في المنطقه دي. وانا هقول لحضراتكم مره تانية ازاي، لان انا عارف كويس قوي ان احنا بيتم متابعتنا بشكل كبير جدا خاصه في القرى والارياف. بص اخوانا، الاراضي بتتصور من السماء، من الاقمار الصناعيه زي ما انتم بتشوفوا على جوجل ايرث كده، وتفتحهم وتعرفوا السكه ماشيه ازاي وعامله ازاي. في صور بتتاخد يوميا، فلو حضرتك قررت تبني حتى حاجه متر في متر وبورت حتة أرض، هتتجاب في الصور، هتتجاب في الصور، وهيتعمل لك القضية وهيروح عليك، لأن الأراضي الزراعية يجب الحفاظ عليها. نقطة من أول السطر نبدأ بقى. النهاردة الاجتماع بتاع رئيس الوزراء عمله مع مجلس المحافظين علشان يتابع الملف، لأن هو قال أنا عايز ملف وعايز تقريرات يومية من المحافظات بالتعديات على الأراضي الزراعية. والراجل الحقيقه بيتكلم بكل هذا، قال احنا، بيقول للمحافظين ايه، بيقول لهم احنا مسؤولين قدام ربنا وقدام مصر وقدام الوطن ده والشعب المصري ان احنا نوقف اي تعديات على الاراضي الزراعيه عشان نحمي مستقبل الاجيال. يعني هو بيدافع عن مستقبل ولادنا، ودي قرارات لازم تتعمل وما عادش فيها لا هزار ولا طب معلش يا باشا، طب اصل انا عايز اجوز، ما فيش الكلام ده، مش هيحصل هذا الكلام، ولا متر أرض زراعية أخرى، ولا يجب أن يتم السماح بإهدار متر أرض زراعية تانية، خاصة وإن هم عملوا المخططات اللي أعلنت عنها الحكومة في إن هي تبني المدن عشان تستوعب الناس. إجوا على مناطق لقوا فيها مناطق مبنية، قال لك طيب حاضر، أنتوا بنيتوا هنا خلاص هنعملها لكم وهنوصل لها الخدمات وهنعمل فيها بيوت كويسة تستوعب هذه الأعداد المتنامية. مفيش حتة فيك يا مصر مفيش فيها مدن جديدة بتبنى، وبالتالي لم يعد هناك داعي على الإطلاق انك انت تدمر الأراضي الزراعية علشان البناء. طبعا اتكلم مع الوزراء وقال لهم احنا عملنا لجان، واي تقاعس من اي مسؤول ستتم محاسبته. خدوا بالكم ان هو هنا ما بيكلمش بقى المواطن، هو كده بيكلم المسؤولين، وانتوا عارفين كويس جدا انا قصدي على المسؤولين مين، اللي كانوا بيشوفوا البنى شغال ويسيبوه ايام زمان، فاكرين؟ فوت استفيد
ما اللي فوق مستفيد وده مستفيد وده مستفيد، واحد تعدى على ارض نسيبه، واحد اخد ارض اوقاف ضربت. مصر تستعيد الحقوق بتاعة البلد، هي مش حقوق الحكومة دي ولا حقوق مصطفى مدبولي ولا حقوق الرئيس عبد الفتاح، هي حقوق البلد كلها، حقوق عيالنا، حقوق ولادنا، ان هي لازم تتلم ونفهمها كويس جدا وتسجل، ويبقى بعد كده انت فاهم حتى لو انت تمتلك هذه الارض الزراعية هي ارض زراعية لا يجب البناء عليها بالقانون. على الهاتف دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة. مساء الخير دكتور عباس. أنا مساء الخير يا فندم. هو بعد كل اللي الحكومة عاملاه وبقالها كذا سنة ما زالت هناك تعديات بالبناء أو تعديات غيره على الأراضي الزراعية يا فندم لسه بيتم التعدي عليها؟ والله حضرتك هي ظاهرة سيئة، وبفضل الله سبحانه وتعالى بالوقت آن الأوان بقى خلاص لازم يكون في وقفة، لأن زي حضرتك ما تفضلت وعرفت إن كانت الأرض دي ملكية خاصة الفرد، لكن النبات والغذاء اللي طالع منها او المحاصيل اللي طالعه منها فهي ملكيه عامه لكل الشعب المصري وكل مواطن مصر. والامن الغذائي بقى ضروره دلوقتي لكل انسان عايش على هذه الارض. طبعا الحمد لله بفضل الله اي نعم، ان كان الاول بنقول عاوزين منع التعدي على الارض الزراعيه، لكن الان الاول نقول ممنوع الاقتراب من تبوير اي متر واحد من الاراضي القديمه ذات العطاء الممتد، لان زي حضرتك ما قلت ما هي الملكيه لنا احنا كمان، هي ملكيه للاجيال في توفير الامن الغذائي. طبعا بهذا السبب كان هناك زي ما احنا سمعنا في نهايه الاسبوع الماضي يوم الخميس الماضي قرارات شديده من مجلس الوزراء، وكلنا طبعا تحت عباءه هذه القرارات ان شاء الله وهننفذها وبحسب كل الاجهزه المعنيه. في دلوقتي حضرتك لجان اتكونت على مستوى القريه وعلى مستوى المركز وعلى مستوى المحافظه داخل كل محافظه، وتتابع كلها كده بلجنه برضه عليا مركزيه للوقوف على الحقائق. يعني يمكن كانت توجيهات دوله رئيس الوزراء المتابعه هتبقى يوم بيوم، ومع معالي وزير التنميه المحليه الاداره المحليه وزير الزراعه سيد قصير بالفعل تم وضع منظومه كامله وما عادش فيه تهاون والردع كامل. اكتر محافظه فيها، اكتر محافظه دكتور عباس فيها تعديات على الاراضي الزراعيه مستمره حضرتك، اكتر محافظه هي كانت محافظه البحيره، وبعدها محافظه القليوبيه، وبعدين فيها قنا وفيها المنيا. في محافظات فعلا كان فيها مازال يعني التعدي فيها مازال مستمر. طبعا هو مش بفجاجه او بفظاعه كالماضي، لكن احنا بنقول دلوقتي عايزين ايه الامن؟ الاراضي الصينيه القديمه ديت مقابلها عشان نصلح يعني نزرع فدان في الاراضي الصينيه القديمه يقابلها على الاقل من 10 ل 15 فدان في الاراضي الجديده، وما تكبده الدوله من مليارات لاستصلاح هذه الاراضي. طبعا حضرتك في قانون دلوقتي بيدرس من خلال معالي وزير العدل واللجان التشريعيه في الدوله المصريه، اللي هو اساسا مصادره الارض لمن يتعدى عليها بالنسبه للاراضي القديمه الزراعيه، وكذلك مراقبه الحيوان نفسه او اللي هيبدا. طيب انا عايز اسالك، انا عايز اسال حضرتك سؤال، هو ايه هو ما هو عقاب اي حد بيبور؟ يعني انت النهارده بتابعه ومصور الاراضي من فوق، انا شايف الصور اهو بنعرضها، وهو بيصور وبيشوف كل فدان وكل متر ارض فيك يا مصر في كل محافظه. ايه العقاب بقى؟ انت بتروح تزيل التعديات، طيب ايه العقاب اللي انت بتعاقبه للراجل اللي بور حته الارض دي؟ والله العقوبه حضرتك منصوص عليها في قانون، من سنتين حبس لخمس سنوات، ومن 100,000 جنيه ل 5 مليون جنيه حسب الجرم وحسب المساحه المتعدى عليه. وان شاء الله هذا القانون هيفعل، ولانه لم يصدر اليوم، هو صادر من 2019، وهيفعل دلوقتي في التقاضي، وممنوع تصالح مع اي واحد هيتعدى على الارض الزراعيه من هذا التاريخ. دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعيه المتابعه بوزاره الزراعه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. اللي عايز بقى يتفضل يورينا نفسه، وهتشوفوا الحكومة هتتعامل معاهم ازاي. وانا اؤيد الحكومة وبشدة وبقوة
في كل تحرك هتعمله للحفاظ على الاراضي الزراعيه في مصر. وخلينا ننتقل لحاجه تانية انا مبسوط منها جدا، استرازينكا في مصر. استرازينكا وصلت يا اولاد، استرازينكا مش اللقاحات، استرازينكا الشركه. النهارده الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحه والسكان اجتمع مع المدير الاقليمي لشركه استرازينكا بتاع الشرق الاوسط وافريقيا، والحديث عن النقل، الحديث عن التعاون وتوزيع التعاون بين فاكسيرا واسترازينكا. خلينا نعرف تفاصيل هذا الاجتماع الهام جدا جدا. حضراتكم عارفين ان استرازينكا احدى اقوى الشركات اللي طلعت، يمكن حضراتكم كلكم سمعتوا عنها بقوة مع اللقاحات، ولكن ابعاد التعاون مختلفة تماما، وايضا تتضمن اللقاح بتاع الكورونا او التطعيم بتاع الكورونا. على الهاتف دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان. دكتور حسام مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ محمد، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدين حضرتك الكرام. اشكرك. انتوا خلاص بتتفقوا ان انتوا تصنعوا لقاحات استرازينكا؟ يعني زي ما حضرتك قلت، احنا بنتكلم النهارده على شركه عابره للقاره ولم يكن اللقاء عمل اي تعاقدات للحصول على لقاح استرازينكا، ولكن حسب التوجيهات السيد الرئيس في توطين الصناعه وخاصه صناعه الادويه، كان المحور الرئيسي للقاء هو نقل التكنولوجيا، وليس فقط التكنولوجيا المتعلقه بلقاحات الكورونا، لكن التكنولوجيا المتعلقه باللقاح. سيد الوزير استعرض. ايوه بعد اذنك، باللقاح قصدك اي انواع لقاحات بالعموم مش كده؟ ليس بالضروره فقط اي. بالضبط. بالضبط، يعني ليس فقط لقاح الكورونا، لكن احنا بنتكلم على كيف تصنع لقاحا بالاستعانه بنقل او الخبره المعرفيه المتراكمه لشركه عابره للقارات زي شركه استرازينكا. سيد الوزير كان بيستعرض ماذا تملك مصر على مستوى العلماء والباحثين، على مستوى البنية التحتية اللي موجودة في مصانع فاكسيرا الشركة القومية للمصل واللقاح سواء في 6 اكتوبر او في الدقي، على مستوى الموقع الجغرافي لمصر كبوابة لافريقيا والشرق الاوسط. فالحقيقة الحوار كان يشمل كيف يمكن لمصر ان تصبح مركزا من مراكز التصنيع الدوائي وخاصة اللقاحات بشكل عام. طيب هل هنبدأ نصنع لقاحات الكورونا الخاصة بفاكسيرا باسترازينكا في فاكسيرا في الفترة القادمة؟ يعني الحقيقة ان السيدة المدير الاقليمي ابدت اهتمام شديد جدا بمصر وجعلها او ورغبة مصر ورغبة الشركة ايضا ان تكون مصر احد مراكز تصنيع اللقاحات بالنسبه للشركه، والملف كله هي وعدت او هي قالت انها تاخده للاداره العليا في استرازينكا في رحلتها للعوده، وانه ده سوف يتم دراسته باهتمام شديد لانه على راس الاولويات، وسوف يكون هناك رد قريب جدا قد يشمل زي ما حضرتك بتقول كده ان يتم تصنيع اللقاح في مصانع المصل واللقاح او فاكسير. طيب هنتقل بحضرتك على منطقة تانية خالص، وهي التعاون اللي انتوا اقترحتوه او اللي انتوا ناقشتوه في النظام الصحي المرن. يعني ايه؟ عايز حضرتك توضح لي ما هو الشراكة بين مصر واسترازينكا في النظام الصحي؟ ايه دور استرازينكا في المنطقة دي؟ الحقيقة انه الشركات العملاقة والكبيرة بيبقى ليها دور مهم مش بس في التصنيع. هم بدأوا على مستوى العالم، الشركات تبدأ تفكر في أنه من الجيد أن يكون هناك تدريب على اقتصاديات الصحة، على مفاهيم العلاج عن بعد. تمام. من خلال الكليات والجامعات الموجودة في أوروبا، يعني هم عندهم شراكة مع لندن سكول اوف ايكونومي، ودي واحده من اكبر كليات الاقتصاد على مستوى العالم. طبعا بيتم فيها تقديم برامج دراسيه وتعليميه متعلقه باقتصادات الصحه، بالعبء المرضي، بكيفيه الاستفاده
من التكنولوجيا في اختيار الأدوية المناسبة بالأسعار المناسبة، لأن هناك على سبيل المثال وده للتوضيح دواء يمكن سعره جنيه لكن المريض بيفضل ياخده جوه العناية المركزة لمدة 10 أيام، ودواء تاني سعره 1000 جنيه لكن لا يحتاج إلى عناية مركزة. تمام. فالحقيقة أن التوتال كوست اللي بتدفعه المؤسسة في 1000 جنيه هو أقل بكثير من اللي بتدفعه في أبو جنيه، وإن كان الظاهر أن أبو جنيه أرخص. آه طبعا، يعني أنت حضرتك بتتكلم على اقتصاديات العلاج الصحي، الصحة واقتصاديات الدواء وكيفية أن يكون هناك مرونة في التعامل مع الأعباء المرضية بما يتوافق مع التغيرات. أنت النهاردة عملت مستشفى ميداني، طب هل هو ده كان تغير جديد مع الكورونا؟ ما كانش قبل كده في هذا الفكر. فكل ده يتحول من ممارسة إلى دراسة. وهذه الشركة لها شراكات مع كبريات المراكز الأبحاث والكليات والجامعات الأوروبية، وعندها استعداد تشارك معنا كوزارة الصحة وكدولة مصرية في بناء القدرات المعرفية للطواقم الطبية في الوزارة. ده شيء جميل جدا. طب خليني بقى بمناسبة نحضرك معايا بقى انتقل بيك، ايه اخبار الكورونا اليومين دول في مصر؟ ايه اخبار الاصابات، عدد الاصابات؟ هل تم تغيير فعلا وطرح الادوية بشكل كبير في السوق المصري لمواجهة هذه الموجة الحادة؟ يعني خلينا اقول لحضرتك، احنا من فترة نحن والعالم بنشهد ارتفاع في معدلات الاصابة والاصابات المجتمعية. خلال الايام القليلة الماضية بدأ يبدو ان هناك ثبات في معدلات الاصابة. طبعا ما زال من المبكر جدا ان احنا نقول احنا ثبتنا او ان احنا في القمة، لكن يبدو كده يرشح من الارقام انه خلال اليومين ثلاثة انه في نوع من الثبات، وده الحمد لله شيء جيد. ما زلنا الحمد لله لا يوجد هذا التناسب الطردي ما بين ارتفاع معدلات الإصابة وارتفاع نسبة معدلات دخول المستشفيات. خلال الأيام يمكن برضو القليلة القادمة، وما زلت بقول أنه مبكر برضو حتى تنقصت الأعداد اللي بيتم حجمها في المستشفيات. دكتور حسام، أنت التليفون بيقطع شوية، معلش. أنا في الطريق، أنا بعتذر. لا ولا يهمك، اتفضل. اما بالنسبه للادويه، فاحنا الدواء المولنوبيرافير بعد ان كان موجود فقط في صيدليات المستشفيات الحكوميه، النهارده بقى ايضا موجود في الصيدليات العامه الحكوميه، ويمكن صرفه من خلال روشته معتمده. روشته من دكتور ان كشف على حد لقى عنده كورونا واتفضل انزل خد الدواء بتاعها. بالظبط، وان هو دوت من الفئات التي هتستفيد ان احنا فوق 18 سنة، وانه في اول 5 أيام من الاصابة. يعني هي الفكرة، بس هو ان يكون تلقي العقار تحت اشراف طبي. تمام يا فندم، بحيث ان انتوا تضمنوا ان الناس، لان انتوا ملاحظين ان الناس فعلا بتاخد البرد، اللي تقول لك بقت عاملة زي دور البرد، رغم طبعا حساسية المسألة دي. بالضبط. طيب دكتور حسام عبد الغفار، متحدث رسمي لوزارة الصحة والسكان، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وانتقل بيكم بقى الى الجو. بصوا، هي المسألة في الجو شقلباظات، يعني اجيبها لكم من الاخر. احنا ما عدناش عارفين، احنا بقالنا الوقت شهر ونص لو تلاحظوا، من موجة لموجة من موجة لموجة، طبعا كله مقفز وكله متدفي او بيحاول، رب الله يكون في عون الناس اللي بتضطر تشتغل في الاجواء دي. انما هيئة الارصاد بتحذر تاني، وكل اسبوع في تحذير مختلف بحاجة مختلفة، من انخفاض شديد في درجات الحرارة، في عندنا ذروة هتحصل في خلال الثلاث ايام الجايين دول، والمنخفض ده اسمه الاخدود العلوي. الاخدود العلوي غالبا له تفسير عند طبعا الاساتذه في الارصاد الجويه، طيب، وبتقدر ان انت تعرف انك انت تشوفه، او على الاقل تتحكم انك انت تشوف عدد الـ 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 او فترات الاستمرار بتاعه هذا الاخدود، اللي هو التغلغل في
الطبقات العليا، بيطلع الجو الى الطبقات العليا وبالتالي بيسيطر على المنطقة بشكل مختلف وتنخفض درجات الحرارة. امطار رياح هي تغير شديد جدا بخلاف التغير اللي اوريدي عندنا اللي احنا ايه زيادة عن الحالة الطبيعية دائما بالنسبة لنا في درجات البرودة وبشكل ملحوظ للغاية. يمكن لو احنا بصينا الى في برامج كتير جدا على الانترنت حتى بتلاقوها موجودة عشان الجو، هتبصوا تلاقوا ايه ان فجأة الريح جاية شمالي وفجأة تيجي غربي شوية وبعدين تروح راحة شرقي شوية، في تبادل بشكل غير يعني ملحوظ. الهيئة الارصاد لما بتتابع الكلام ده كله بتقدر تقولك درجات الحرارة ممكن تكون عاملة ازاي ومدى التأثير هيكون عامل ازاي. كنا الاول بنشوف التأثير ده على السواحل الشمالية، اصبحت بتخش من السواحل الشمالية وفجأة نلاقيها في الجنوب عندنا ايضا، وبتخش على الصعيد وبعدين بتخش على السواحل الشرقية المختلفة في مصر، وبالتالي هي بتكون مساحتها كبيرة للغاية. دكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات هيئة الارصاد الجوية، مساء الخير دكتور محمود. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. ايه حكاية الاخدود العلوي ده؟ يعني انا عايز حد يفسر لي الاخدود العلوي. هو طبعا يعني هو منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يعني سمي اعلاميا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بالاخدود، هو طبعا ترجمته العربيه الاخدود، ولكن هو اصلا بالفعل منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا على جمهوريه مصر العربيه. متعمق يعني بتنخفض فيه قيمه الضغط بشكل كبير، بتنخفض فيه درجات الحراره ايضا في طبقات الجو العليا بشكل كبير. بالفعل درجة الحرارة في طبقات الجو العليا خلال ال 48 ساعة اللي جاية على جمهورية مصر العربية تصل إلى 28 درجة تحت الصفر في طبقات الجو العليا. كام يا فندم؟ في طبقات الجو العليا. أيوة. تصل إلى 28 درجة تحت الصفر في بعض المناطق من السواحل الشمالية، وما بين 25 و24 درجة تحت الصفر على فوق في طبقات الجو العليا فوق القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد. طيب مدى أي بعد اذنك يا دكتور محمود، بس عشان انعكاس ده على درجه الحراره بقى عندنا على الارض هنا بقى، هتكون درجه الحراره منخفضه الى مستويات قد ايه؟ طبعا وجود هذا المنخفض في طبقات الجو العليا مع الكتله الهوائيه الرطبه اللي موجوده على سطح الارض اللي قادمه من البحر المتوسط واللي درجه الحراره فيها بتتراوح يوم السبت ما بين 17 و16 درجه مئويه على السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره، الفرق الكبير في درجات الحراره ده بيولد بعض السحب الرعديه على بعض الاماكن المتفرقه من الجمهوريه. بالاضافه الى سقوط امطار متفاوته الشده، امطار هتكون ما بين متوسطه في بعض المناطق وخفيفه الى متوسطه في مناطق اخرى وخفيفه في مناطق ثالثه زي القاهره ومحافظات جنوب الوجه البحري، متوقع ليها سقوط امطار خفيفه غدا الجمعه. طبعا حاله عدم الاستقرار زي ما اتفقنا وزي ما نوهت هيئه الارصاد الجويه بتبدا مساء الجمعه وتستمر معانا لغايه صباح الاحد، ثم ال 48 ساعه دول هي حاله من عدم الاستقرار طبيعيه جدا، ليست بالعنف او بالقسوه اللي تؤذي المواطنين. حتى سقوط الامطار المصاحب لهذه الحاله مش هيتسبب في ازمات باذن الله، خاصه طبعا على محافظه القاهره العاصمه والوجه البحري وسواحلنا الشماليه، لكن زي ما ذكرنا هيكون في بعض السحب الرعديه في بعض الاماكن وسقوط امطار متوسطه على محافظات شمال الصعيد الصحراء الغربيه، ثم خفيفه المتوسطه على سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري. يوم السبت باذن الله هو ذروه الحاله اللي فيها الانخفاض اللي بيصل ب 16 و17 درجه زي ما ذكرنا على السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره، وتصل الى 20 درجه على جنوب البلاد. طيب انا هسألك، هل هنشوف تلج؟ ممكن تسقط بعض حبات البرد على بعض المناطق نتيجة الانخفاض الشديد درجات الحرارة اللي ذكرت لحضرتك اللي موجود في طبقات الجو العليا اللي بيبقى حالة عدم الاستقرار. طيب اخبار السواحل الجنوبية لمصر، الجنوبية الشرقية، محافظة البحر الأحمر خاصة المناطق الشمالية من محافظة البحر الأحمر بداية من سميسو إلى مرسى علم تحت الغردقة، هي دي المناطق المعنيه بسقوط امطار متفاوته الشده ايضا ما بين متوسطه الى خفيفه، وايضا معنيه بسقوط الامطار المصحوبه بسحب رعديه.
درجات الحرارة هنقول خلال فترات النهار يوم السبت من 16 ل 17 درجة شمالا، تصل إلى 20 درجة جنوبا، فترات الليل تصل من 9 درجات إلى 10 درجات على أغلب محافظات الجمهورية. انخفاض الرياح هيزود شوية حسنة من هذا الانخفاض في درجات الحرارة، وممكن يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية داخل البحر المتوسط اللي بترتفع فيه الأمواج إلى ما يقرب من 3 أمتار أو 3 أمتار ونص. ده شيء جميل جدا. امتى يا دكتور محمود تنتهي هذه الموجات المتتالية من الطقس؟ يعني احنا بالنسبة لنا احنا كمواطنين بنسميه الطقس السيء، امتى نطلع ونبدأ نخش في الربيع؟ طبعا احنا خلال فصل الشتاء وارد طبعا التقلبات الجوية، ووارد تكرار حالة عدم الاستقرار حتى يوم 20 مارس حينما تعلن هيئة الأرصاد الجوية انتهاء فصل الشتاء جغرافيا ومناخيا على ان يبدا في 21 مارس باذن الله. ده شيء جميل، يعني احنا لسه قدامنا شهر وشويه كده. ربنا 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 معانا يا دكتور، احنا تعبنا، البرد اكل فينا. دكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والانذار المبكر هيئه الارصاد الجويه المصريه، بشكرك شكرا جزيلا، دايما بيوضح لنا لما بيخش معايا الدكتور محمود او اي حد من هيئه الارصاد الحقيقه، عشان احنا خلاص يعني البرد جامد جدا اليومين دول، خدوا بالكم. انما الحمد لله ان هي طبعا موجه وهتعدي زي الموجات الاخرى اللي شفناها. خليني اقول لكم بقى عندي ايه النهارده في بقيه البرنامج. الحقيقه انا متابع على السوشيال ميديا دايما ناس كتير جدا بتنشر اخبار مهمه للمجتمع المصري، من ضمن هذه الاخبار المهمه اللي منشوره واحنا كنا محضرين ده، الناس بتتكلم على فريق من طلاب الجامعه البريطانيه ابتكر ذراع صناعية علشان مساعدة المبتورين اللي هو ما عندوش ايد وكذا، ولكن هو ابتكروها بطريقة مختلفة تماما وبتاخد الاوامر من المخ بشيب معين بطريقة معينة، وفازوا في مسابقات دولية اخدوا كذا جايزة، وتم اختيارهم من شركة ديل الامريكية من ضمن احسن 10 اختراعات او افكار في العالم في العام الحالي اظن او العام الماضي. انا جبت لكم هؤلاء الشباب هنا في الحياة اليوم. هنطلع فاصل وهنرجع تاني ونشوف الحاجة الجميلة دي. النهاردة الخميس وزي ما انتم عارفين دايما بحب اقدم لحضراتكم الشباب والابتكارات والحاجات دي في حلقة يوم الخميس في نهاية الاسبوع من الحياة اليوم. مذكرة تفاهم تم توقيعها ما بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة سوق العمل المصرية وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني. لدينا سوق عمل في مصر كبير به نسبة كبيرة جدا من الشباب، فمهم جدا ان احنا نشوف هذا السوق ونشوف المهارات الموجودة فيه عشان تبقى دايما هذه المهارات تتواكب مع تطورات التكنولوجيا اللي احنا محتاجينها في سوق العمل. ازاي يبقى عندي النهارده منظومه لسوق العمل بتحصر كل التخصصات اللي موجوده، بتشوف فيها النهارده الخريجين الموجودين من اي قطاعات، وبالتالي بقدر دايما ان انا احدد الفجوه، اقلل هذه الفجوه الموجوده بين عرض سوق العمل اللي هم الخريجين والطلب على سوق العمل اللي هو من قطاعات القطاع الخاص المختلف. توقيع هذه الاتفاقيه او هذا البروتوكول هو مظله بنتجمع فيها كلنا على اساس ان احنا تفي كل احتياجاتنا، مش مجرد احتياجات من عدد فقط، ولكن انا يهمني ان هي تكون عماله متميزه، عماله ماهره. في ظل توجهنا ان احنا نستخدم صناعات كثيره ممكن تكون فيها انماط مختلفه ما كانش عندنا اعتياد ليها، وخاصه فيما يخص استخدام الطاقات المتجدده، الصناعات التكنولوجيه الحديثه. شراكه متكامله ما بين مشروع قوى عامله مصر وكل الوزارات والهيئات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع استراتيجيه لانشاء وتطوير مجالس المهارات القطاعيه والتواصل مع الجهات الدوليه المماثله لتبادل الخبرات وضمان جودة الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة. محمد سلامة، الحياة اليوم. بتكون لحظات جميلة جدا لما بلتقي بشباب بيدينا فرصة ان احنا نبص على بكرة،
ويديك امل ان في عندنا ناس ممكن تفكر، وان اللي يحترم الفكر ده مش بس هنا في مصر ولكن العالم كله ايضا بيحترم طريقة التفكير ده. لان اللي يبتكر وهو في سنه صغيرة دي حاجة يعترف بيها العالم، تخيلوا انتوا بعد 10 أو 15 سنة لو قعد واهتميت بيه ودعمته ممكن يوصلك لفين. ضيوفي في الفقرة دي اول مرة يطلعوا لايف واول مرة يطلعوا في برنامج يتكلموا عن اللي هم عملوه. مجموعة من الطلبة بتعمل مشروع تخرج، طلعت عندهم فكرة، مشي ورا الفكرة، شجعوهم الاساتذة في الجامعة البريطانية، نجحت الفكرة، دخلوا مسابقات، كسبوا، وبدأ الناس كلها تنظر اليهم على ان هم بدأوا يقدموا للعالم حاجة. فكرة بسيطة جدا ممكن تشوفوها ولكن كل الناس ما فكرتش فيها، هم قدروا يفكروا فيها وهم قدروا يقدموها. هبدأ بان انا اقدم لكم هذا الفريق الجميل جدا، وكلهم مهندسين على فكرة ومهندسين ميكانيكا عشان يبقى واضحين كده من اول الطلعة، وانا خريج ادبي عشان ابقى واضح معاكم. ماشي. الاستاذه نرمين صبحي، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا باشمهندسه. اهلا بحضرتك. المهندس محمد العايدي. اهلا بحضرتك. والمهندس احمد مجدي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم. وهبدا معلش ليديز فيرست اولويز، فهبدا طبعا بالليديز. طبعا انت فرحانه جدا دايما في اي حته، دايما ليديز فيرست. دايما بيقدروني بطريقه مختلفه. ايه اللي انتوا عملتوه؟ ايه الفكره بتاعتكم؟ وايه اللي انتوا عملتوه وبداتوا تخشوا بيه مسابقات بره مصر؟ فكرة المشروع ان هي مختلفة عن اي مشروع تاني جوه مصر او بره مصر. ده مشروع تخرج. ده كان مشروع تخرج بتاعنا. احنا كنا مقدمينه بروبوزل للجامعة، يعني الفكرة كانت بتاعتنا واحنا قدمناها طلب لدكتور ايمن عباس، هو رئيس القسم عندنا وهو كان المشرف على المشروع بتاعنا. فاحنا لما قدمنا له الفكرة هو الحمد لله يعني كان محترم ان احنا نقدر نعمل ان شاء الله، كان واثق فينا ان احنا ان شاء الله نقدر نعمل فكرة زي كده، وقال لنا خلاص ابدأوا. احنا بدأنا تقريبا قبل السنة الدراسية باربع خمس شهور، يعني في حدود 10 شهور شغل. 10 شهور شغل. ده انتوا بتتكلمي بقى من 2020 2020 وقعدتوا تشتغلوا لغاية 21 بالظبط. الفكرة كانت ايه؟ الفكرة كانت، خليني اخد بقى من محمد. اتفضل. ايه الفكرة؟ الفكرة بدأ من عند باشمهندسة نرمين، كانت هي من هنا؟ مظبوط. كانت بدأ من عند. طب ثانية واحدة، ما كنت هناك. ها ايه الفكرة؟ هي الفكرة كانت بالنسبة لي ان انا حسيت ان في فئة من المجتمع احنا مش حاسين هم قد ايه بيعانوا، او هم قد ايه مش عارفين يعيشوا معانا ويكوب مع الـ مع الـ مع كل حاجة موجودة، انهم يشتغلوا ويعيشوا حياتهم. فمثلا من وانا في اولى جامعة من 5 سنين فاتوا كان عندي فكرة ان انا اعمل طرف صناعي، بس كان دي كانت البداية خالص. كميكانيكا تحركي. بالظبط. هندسة. ما كانش لسه في اي علم خالص عن الذكاء الصناعي بالنسبة لي، انا لسه ما اعرفوش اصلا، ما اعرفش يعني ايه علم الذكاء الصناعي ولا اعرف المجال اصلا. في سنه 5 بقى تعرفت عن العلم ده، او كل سنه كنت بضيف حاجه، لحد سنه 5 تعرفت عن علم الذكاء الصناعي وعرفت ان هو علم كبير جدا جدا وتعمل بيه حاجات كتيره جدا وحاجات كبيره ومهمه، بس محتاجين حاجه تكون بتفيد ناس فعلا فعلا يعني فعلا محتاجينها. فدي كانت من هنا البدايه، وقعدنا نضيف عليها بقى افكار كتيره قوي. كويس. اللي هي ايه؟ ما انا عايز تقولي الفكره ايه؟ اللي هي ان احنا نستخدم اشارات المخ في ان احنا نتحكم في طرف صناعي من غير اي تدخل جراحي. كويس. اشمعنى اشارات المخ ويعني ايه من غير تدخل جراحي؟ هشرح لحضرتك. في هل اي واحد بيركب طرف لازم يحصل تدخل جراحي؟ لا، هي في انواع من الانواع اللي بتحصل من البتر. في النوع اللي بيحصل عنده لما بيحصل بتر العصب بيبقى في اخر المكان بيبقى لسه موجود او شغال عادي. في انواع تانية من البتر بتحصل بس العصب ده خلاص بيموت، ما بقدرش استقبل منه اشاره، فانواع التانية اللي موجوده من الاطراف الصناعيه ما بقدرش اركبها له. فانا هجيب الاشاره منين؟ فبرجع للمصدر الاساسي من الاشارات نفسها اللي هو المخ. من ساعتها بقى ببدا اخد الاشارات، ادرب المريض نفسه ان هو لما يعوز يعمل الحركه دي مخه بيطلع ايه؟ ايه الاشاره اللي مخه بيبرزها؟ ببدا ادربه بقى ان هي اترجم ان لما المخ يشتغل او يتدرب على الحركه دي يبقى هي دي الاشارات اللي هو عايز يعمل الحركه، يعني هو عايز يمسك حاجه او هو عايز يسيب حاجه. وقدرتوا تعملوا كده؟ الحمد لله ان شاء الله قدرنا نعملها فعلا. انتوا اشتغلتوا 10 اشهر كامله. مظبوط. لما نرمين جت لكم وقالت لكم ده مشروع تخرج، لما قالت لكم انا بفكر نعمل كده، انتوا ما خفتوش؟ ما قلقتوش انكم ما تقدروش تعملوه؟ طبعا في الاول طبعا كان في شعور بالخوف. انا عايزك تعلي صوتك كده. لا مش معقول، هي صوتها عالي. هو في الاول كان في شعور طبعا بالخوف من الفكره، يعني احنا الفكره فيها جزء طبي كبير، احنا في جزء طبي اللي احنا اصلا نفهم تشريح المخ، لان الاشارات دي يعني لو احنا شغالين على الايد الاماكن معينه في الدماغ هي المسؤوله عن الاشارات ديت، لو احنا شغالين على طرف تاني من عضو تاني يعني زي الرجل برضو ليها اماكن تانيه في الدماغ، فاحنا كان في جزئيه اللي احنا اصلا نبدا نفهم جزئيه شويه بايوميديكال شويه،
اللي احنا نفهم تشريح المخ عشان نفهم الاشارات دي بتيجي او بنقدر نستخدمها ازاي. دي حاجه. تاني حاجه يعني في الادوات نفسها اللي احنا محتاجين نستخدمها في المشروع مش متوفره في مصر. في حاجه ثانيه واحده من الادوات. ماشي. خليني ارجع تاني للمنطقه بتاع دراسته تشريح المخ. رحنا لدكاتره مخ واعصاب كتير في وسط البلد كتير جدا عشان وكانوا بيقابلوكوا يقعدوا معاكوا. كانت في مقابلات صعبه بس كنا بنقابل. كانت الدنيا سهله شويه. مين اكتر دكتور ساعدكوا مخ واعصاب؟ ينفع تقولوا اسماء؟ كذا حد. كذا دكتور. كذا حد. مش عايزين تقولوا اسماء حد؟ ده ناس ساعدتكم. مش عايزه يعني تعترف للناس اللي ساعدتك. لا لا اقولها كده. هم مش حابين اصلا. هم مش حابين. مش عايزين. انما قعدوا معاكوا وقعدوا يشرحوا لكم. لا شرحوا لنا المكان المخ والمكان العضلات ليها مكان معين في المخ اللي هو اقدر استقبل منه الاشارات الخاصه بالعضله بس. وضحوا لنا الطريق اللي احنا محتاجين نمشي عليه او النقط اللي احنا محتاجين نبحث عنها عشان نقدر نفهم الموضوع برضه. واحنا في الاول وفي الاخر احنا مهندسين يعني محتاجين برضه يعني الكلام اللي هم بيقولوه مش هنقدر نفهمه برضه من اول مره لان احنا مالناش علاقه بالجزء الطبي شويه. فيعني هم وضحوا لنا النقط ومن النقط ديت احنا بدانا نعمل بحث عن الموضوع. نبدأ وبعد كده طبعا التطبيق بتاعها هيحتاج فرق اطباء كتير جدا تكون شغاله معاكم صح؟ ده اكيد طبعا. طيب هرجع لك مره تانية. انت النهارده بتاخدي الاشارات، مشكلتك كلها ان انت بتاخدي الاشاره مش كده؟ اذا هذا الجهاز ممكن اشيله واحطه براحتي جدا واستخدمه وقت ما انا احتاج له او اسيبه على طول. بالظبط. يعني هو كبروستاتيك موجود معايا او مركبه او لمب او طرف معين انا بستخدمه. لما رحت للدكاتره بتوعك وبدات تشتغلي هنا بقى هنخش على مرحله التنفيذ. قعدت كام شهر في التخطيط ثم بدات تنفذي ازاي؟ انفذ ازاي ولا نفذ في قد ايه؟ لا تنفذي ازاي؟ يعني بدات الاول تنفذي ازاي؟ مين اللي وفر لك الادوات اللي انت محتاجاها لها؟ مين اللي وفر لك الحدوته دي؟ اول يعني اول حاجه في الطرف اللي معاهم ممكن تشاور على الماده اللي فوق دي اللي هو الصواع نفسه. دي مواد ايوه دي مواد اصلا دي مواد زي السيليكون كده مواد سائله قريبه لجسم الانسان ملمس جسم الانسان فما يحسش انه في حاجه. وحضرتك هتلاقي الخيط اللي ملفوف حواليها ده بيخليها حاجه كده شبه العقله. نفس فكره العقله ان هو لما بيحصل ضغط الهواء لما بتضغط هواء تبدا واحده تتني على قد الضغط الهواء اللي انا عايزاه. تقدر تني كده يقدر يتني كده يقدر يتني كده على حسب ضغط الهواء اللي بيحصل انا اللي اقدر اتحكم فيها براحتي. انا ممكن تجيبها لي؟ اتفضل. تدهاني؟ لا ما تقومش من مكانك بس. ايوه اداني كده. ايوه عشان امسكها للكاميرا وفي نفس الوقت ايضا المسها. ده سيليكون عادي جدا. ده شبه بتاع السيليكون. زي السيليكون. هو زيه. لا مش هو بس هو حاجه زيه خامه ثانيه يعني. لان هو بيتصب بطريقه مختلفه. تمام. ادبي. انا قلت لك من الاول انا ايه ادبي. عديها سيليكون. ماشي. مشيها سيليكون. تمام. وده كله صباع من الصوابع. لا يعني انتوا خمسه بخمس صوابع كده. مظبوط. طب هل انا بقدر احرك كف الايد كده؟ لا كف الايد نفسه. لا الصوابع نفسها. حضرتك الصوابع. الصوابع. بتحرك الصوابع. وبتشتغل بيها واشتغلت معاك. اشتغلت معانا. خلصتوها في قد ايه بقى؟ قعدتوا تبنوها قد ايه؟ وايه العقبات اللي واجهتكم؟ يعني ايه اللي انتوا ما جيتكوش في فتره خفتوا منكم مش هتعرفوا تعملوها؟ كانت طريقه التصنيع. طريقه التصنيع كانت جديده علينا. ما كناش نعرف ازاي هنصنع وكانت محتاجه دقه عاليه جدا عشان لو في سنه هواء اتسربت في الصب نفسها واحنا بنصب الخامه نفسها كانت محتاجه تعيد الصابع كله تاني. يعني هو الصباع ده مش بالشكل الحالي. واحنا مش بنشتريه كده واحنا الماده الخام نفسها مش بتبقى جايه في الصوره ديت. هي الماده الخام بتبقى في صوره سيليكون عادي جدا يعني سائل جدا. فاحنا الماده بعد كده بنعمل لها يعني مولد او حاجه اللي احنا نقدر نصب الماده السائله دي فيها بحيث ان هي تاخد الشكل اللي هي واخداه دلوقتي. فهو تمام. تصميم الصباع نفسه يعني كل حاجه فيه بتبقى مدروسه ان احنا ما يبقاش مثلا سمك زياده او سمك اقل. فهمتك كويس. خليني اوضح للساده المشاهدين اللي حضراتكم شايفينه معايا ده هم بيسموه البروتوتايب او اللي هي الحاجه الاوليه والبدائيه اللي هي بتنفذ الفكره. انما طبعا اللي انتم شايفينه ده معمول من شباب بيوري القدره. بعد كده لو هيتم تصنيع ده او في شركه هتتبنى ده الدنيا هتختلف تماما والمنظر هيختلف تماما والصبة هتتعمل بشكل دقيق جدا وتلاقوا علماء طب داخلين وعلماء نيوروز داخلين بتوع الاعصاب وبتوع الفكر. ليه؟ لان انت وفرت له الفكره
ووفرت له إمكانية التحرك أهو، أنا بوريك إن الفكرة ممكنة وممكن تتحرك. التطوير ده بقى بيخش في ريسيرش وديفلوبمنت في شركات كبرى عالمية جدا مزبوط. لو آمنت بده مظبوط كويس. عملنا الصبة دي وعملنا إزاي نقلته بقى من النيورو إلى الميكانيكال موفمنت، يعني حركت إزاي من أوامر المخ العصبية من الأعصاب إنك أنت تقدر تدي الأوردر إلى حركة ميكانيكية فيه. ده بقى العلم، ده بقى علم الذكاء الاصطناعي. هو ده علم الذكاء الصناعي. يعني أنا كويس كده؟ أنا فاهم بجد؟ الحمد لله. قول لي يا أستاذ أحمد، قول يا باشمهندس. احنا اول حاجه خد بالك من ايدي والنبي الله يكرمك عشان دي اللي ايه متخرجين بيها. اول حاجه دي الهيدسيت اللي احنا كنا بنستخدمها اللي احنا ناخد اشارات. لا انا عايزك تعلي صوتك بجد تمام عشان الناس مش سامعاك. دي الهيدسيت اللي احنا كنا بنستخدمها عشان ناخد اشارات المخ تمام. الهيدسيت ديت فيها كذا الكترود، دي ده الكترودز فيها اللي مستخدمه عشان ناخد اصلا اشارات المخ. الالكترودز ديت بتثبت على اماكن معينه في الدماغ زي ما وضحت حضرتك في الاول. الاشارات دي بعد ما بناخدها هي مش بتتاخد تنفذ بيها الاوامر على طول، مش هو مش اي حد يلبسها ومنفذ منفذ الاوامر اللي احنا مديها له. لا احنا اول حاجه بناخد مجموعه من الاشارات ديت، داتا كبيره جدا، يعني مثلا لكل حركه بناخد داتا كبيره اللي احنا نقدر باستخدام الذكاء الصناعي نوضح مثلا باستخدام خوارزميات معينه ان الاشارات ديت بتعمل الحركه ديت، اشارات تانية بتعمل حركه تانية، مش اي اشاره من المخ بتجيلي بستخدمها في اي حركه، هو اشارات معينه من اماكن معينه هي اللي ببدا استخدمها. فدوت فلازم تعمل دراسه على المريض نفسه او على الشخص نفسه هي علشان يعني هي كاستمايزد، يعني هي كل واحد يتعمل له بشكل، لازم يتعمل له بشكل. ان مثلا مزبوط. ممكن يكون في مثلا عندي مريض، المريض ده مثلا عنده بتر وهو البرين بتاعه الدماغ بتاعته سليمه جدا بس عنده كهرباء زايده في المخ، بس هو سليم تماما ما فيهوش اي مشكله خالص بس عنده كهرباء زايده في المخ، غير مريض تاني يعني الاثنين سلام قدامي عادي جدا بس ده عنده كهرباء زايده في المخ وده ما عندوش والاثنين عندهم بتر، ما اقدرش استخدم نفس الهيدسيت بنفس الداتا عند ده هي عند ده، لان الاشارات اللي هتتاخد من هنا هتبقى مختلفه تماما عن الاشارات اللي من هنا. انا فاهمك. اذا بيختلف الانسان في الموجات بالزبط. اللي بيصدرها كاشارات اللي بالزبط. انت بتجمعيها وتبداي تديها للجهاز ده عشان يتحرك بالزبط. وبالتالي لازم تدربيه مش كده؟ مظبوط. يعني بزبط. لازم اي بني ادم هيستخدم دي بعد كده بيقعد فتره تدريبيه. أيوة. قعد قعد كتير قوي على ما نجمع. انت بقى انت كان بتدرب عليك انت قعد 5000 مره يعمل كده ويعمل كده يعمل كده يعني بندرب على الحركه دي بس يعني يمكن فوق ال 5000 6000 كان بيقعد 3 4 ساعات في اليوم يقعد يعمل كده بس نقعد نجمع بس داتا من الدماغ عشان نقدر نستخدمها بعد كده زي ما وضحت لحضرتك. تمام. كلمه تجميع الداتا من الدماغ عشان تجمع الداتا من دماغك، انت بتدرب دماغك ان لما تدي الاوردر خلاص بعد كده بيبقى سهل؟ مش بدرب دماغي انا دماغي كده كده هي اما بعمل حركه هي كده كده الدماغ بتطلع الاشاره، يعني مش يعني مش دماغي هي اللي محتاجه تتعلم الحركه، اللي محتاج يتعلم الحركه هو الجهاز نفسه. يترجمها يترجم الاشاره ديت بالظبط كده، يترجم الاشاره ديت مسؤوله عن حركه معينه واشاره تانية مسؤوله عن حركه معينه، يعني بليفل معين كل اشاره مسؤوله عن الحركه ديت، فهو ده اللي انا بحاول ادربه مش بدرب دماغي انا. كويس. يعني انت بتفكر في تحريك ايدك فدماغك بتدي الاوردر بده بالظبط، فانت مهمتك انك انت تعلم الجهاز ان ده الاوردر بتاع حركه الايد او بتاع حركه الصباع ده او صح بالظبط كده. جميل. انتوا قلتوا لي ان انتوا مش هتقدروا تشغلوا الجهاز لان في حاجه ناقصه في الجهاز، في وصله ما بين الكونكشن دي والايد مش كده؟ الاوردر اللي بيتاخد من نظام ضغط الهواء اللي احنا مستخدمينه عشان الاوردر نفسه او اللي بيتاخد الامر اللي بيتاخد في بيتبعت على فالف او بامب مضخه هواء وفالفات هي اللي بتخلي الايد نفسها تشتغل. كويس. فهي الدايره دي نظام ضغط الهواء اللي هو يسمح للصابع اللي هو يدخل فيه هواء فيبدا يتني او يبدا يحصل فيه حاجه. كويس. وده اللي كان متوفر في الجامعه ومش معاك. الجامعه استخدمناه من اللاب ساعه الشغل والتصوير وعملنا تست عليه وشغلناه وسبناه، هي دول بس اللي حاجتنا يعني. دول دي حاجتكم انما الحاجه الثانيه بتاعت الجامعه. انما انتوا قادرين لو اشتريتوا المضخه دي لو المطارات تمام والتصاريح تمام ان شاء الله نقدر نطلبها تاني. مطارات وتصاريح انت محتاجه تصريح عشان تجيب في حاجات في حاجات كتير جدا جدا من الكومبوننتس ما تدخلش بسهوله، لازم تصاريح، يعني دي كانت محتاجه تصاريح كتير جدا. تصاريح كتير جدا؟ زي ايه؟ قولي لي ايه اللي كان محتاج تصاريح؟
لا هي الجهاز نفسه اي حاجه كهرباء ما بتجيش ما بسهوله يعني مصر ما بتخش بسهوله عن طريق الماده اللي احنا عاملين بيها الصوابع برضو دي بتحتاج تصاريح. اي حاجه بتدخل ما بتدخلش كده عادي، انها مثلا مش لبس مش هدوم مش حاجات مش حاجات عاديه بالظبط حاجه مختلفه، فدايما وهي داخله في الجمارك ده ايه ده ايه كده. فبس عرفتوا تجيبوها وتضمنوها عشان تشتغل كان من احدى العقبات اللي في المشروع كانت من احدى العقبات اللي في المشروع ان الحاجه دي لو ما جاتش من بره او ما دخلتش مصر وتوقف في الجمارك المشروع وقف، فدي اساس المشروع. الحمد لله يعني. الحمد لله. طيب خلينا نطلع فاصل وهنرجع تاني بعد الفاصل بقى يحكوا لنا لما خرجوا بره بدا وبداوا ان هم يقدموا نفسهم ويخشوا مسابقات عالميه او مسابقات على مستوى الوطن العربي، ايه اللي حصل مع هذه المجموعه وردود الافعال كانت عامله ازاي بعد الفاصل في الحياه اليوم. انا قدمت لكم القصه بتاعت مشروع تخرج مجموعه من الشباب ثلاثه وقرروا ان هم يقدموا هذا المشروع، وفجأة تحول المشروع إلى حاجة أكبر شوية، إن يشاركوا باسمهم وباسم الجامعة البريطانية في مسابقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كانت مسابقة إيه؟ مسابقة أبو ظبي. مسابقة أبو ظبي اللي هي مسابقة البحث الافتراضي. بالظبط. مش كده؟ هي المسابقة دي قائمة تماما على الفكرة، وما كانوش يعني كنا لسه حتى البروتوتايب ما خلصش، بس كان كل اللي فارق معاهم انهم يحسوا ان كل حاجة احنا كاتبينها ليهم فعلا تقدر تتنفذ، واحنا كنا بنحاول فعلا نعمل سيرش على قد ما نقدر كبير جدا عشان كان لسه البروتوتايب ما تنفذش، بس كان لازم بأي شكل ان احنا نقدر نقنعهم ان احنا فعلا نقدر ننفذ الفكرة دي، وان الفكرة دي يعني تو بروف ا كونسبت ان اقدر استخدم اشارات المخ واقدر استخدم ضغط الهواء واقدر استخدم كذا واقدر اطلع منتج بالشكل ده. انتوا بتستخدموا حولتوا اشارات المخ الى نبضات من ضغط الهواء. مش نبضات مش بالظبط كده، بس يعني هو فكره اشارات المخ ان هي عن طريق الخوارزميات طلعت بيها كاني قريتها، لما قريتها طلعت داتا بشكل معين، الداتا اللي طلعت بالشكل ده انا استخدمتها، لما تجيلك داتا بالشكل ده افتح الفالف وخلي الايد تقفل، افتح ضغط الهواء وخلي الايد تقفل، اقفل لا خليها تفتح لا خليها تقفل كده. ايه اكتر حاجه وانتوا بتكتبوا الفكره كانت معقداكم؟ يعني ايه اكتر حاجه تعبتك في كتابه الفكره؟ الخوارزميات طبعا، اللي احنا يعني اللي احنا نقدر نعمل كود او نستخدم الكود دوت نوضح الافكار بتاعتنا في الخوارزميات المستخدمه في الذكاء الاصطناعي. يعني احنا عشان نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي هو مش حاجه بتاخدها او حاجه بتلاقيها كده على النت تقوم مستخدمها، لا انت بتعمل كود تقدر تستخدمه، تقدر تترجم الخوارزميات اللي متاخده من الاشارات اللي متاخده من المخ ديت، تقدر تترجمها اصلا عن طريق الخوارزميات دي. حصل معاكم مقابلات بقى؟ وانا عارف ان انتوا ما سافرتوش، انتوا كنتوا من هنا وكان ما قدرتوش تسافروا عشان الكورونا. مظبوط، حضرناه بزوم للاسف. يعني حصل اغلاق المطارات والحاجات، حالات كورونا والحاجات دي، ف لغوا الموضوع وخلوه فيرتشوال يعني عن طريق الفيديو بس على النت، ان هو يعلن كويس الناس اللي كسبت. يعلن الناس اللي كسبت، بس في ناس ناقشتكم ولا مفيش؟ لا مفيش مناقشات فيها، هي بنقدم بحث وبنقدم فيديو بنعرض فيه الفكره بتاعتنا، ويعني هي على كذا بروسيس وكذا خطوه بتاعتنا نقدمها وعلى اساسها بيقيموا. كان يعني في قدامكم كام جامعه اخرى او كام فريق تاني؟ كان في حدود 87 دوله و315 مشروع متقدم. يعني 87 دولة؟ لا على شمال مستوى يعني الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 87 جامعة. 87 جامعة. 87 جامعة و 315 مشروع متقدمين. مظبوط. وأنتوا أخدتوا المركز الثاني. الثاني في بايو ميديكال كاتيجوري. في البايو ميديكال كاتيجوري. يعني مش في الانجينيرنج كمان. لا بايو، ما هو ده الغريب في الموضوع ان احنا فعلا تعبنا جدا جدا في جزء البايو ميديكال ده، رغم ان احنا مش هندسه طبيه تماما. احنا يعني جزء التشريح ده احنا عملنا فيه سيرش كبير جدا عشان نقدر نفهمه، لان هو يعني ففزتوا بالمركز الثاني في البايو. هو ده البايو ميديكال. سبحان الله. بايو ميديكال دي حاجه يعني الحمد لله. الجامعه عملت معاكم ايه لما انتوا فزتوا؟ تخرجتوا بتقدير ايه؟ انا جيد جدا مع مرتبه الشرف. امتياز مع مرتبه الشرف. جيت ما عرفتش اشرح. ما كويس بتنط صوتك ليه؟ حتى انا ضحكت عشان اصل احنا لا خلاص تمام. قولي. لا اصل سؤال الجامعه ده هو اللي ضحكني شويه. ليه؟ يعني اصل احنا يعني من اول ما خلصنا المشروع بتاعنا كانت الجامعه البريطانيه، يعني كنا فاكرين ان احنا اول ما نخلصه يعني فجاه كده الصراحه المشروع اللي هو مش عارف، احنا نمنا صحينا لقينا المشروع انتشر في كل حته، وبعد كده كل الناس اللي هو
ايه ده بجد احنا بندور على سبونسر للمشروع بتاعنا. فاللي هو يعني ايه؟ يعني احنا بندور على حد يفند يدعم المشروع عشان نقدر ننزله منتج. فكان الموضوع كان حلم كده مره واحده. وبعدين الجامعه تواصلت معانا انهم يعني عندنا في الجامعه بيبقى في مكان بيزنس زي ساينس بارك كده، المكان ده بيحتضن المشاريع الصغيره. يعني مثلا المبنى كله بيبقى مصر كلها دلوقتي اصبح فيها ده. اه هي الجامعه فيها ديبارتمنت اصلا تبعهم. فهم بقى كونتاكت يعني كلمونا دكتور محمد لطفي عشان ان احنا نبدا فعلا المشروع اصلا عندهم، يعني يبقى لينا مكان هناك وناخد المكان ده مخصص لينا. ده بعد ما اتخرجت؟ ده بعد ما الحمد لله كان المشروع اصلا اشتغل، يعني بعد ما عملنا كده قلبان. عملته كده قلبان، فرحانين جدا انتوا بصراحه. يعني طب هرجع بيكم بقى الى دل الامريكيه. دل ده على مستوى العالم مظبوط صح؟ مظبوط. انت تعرف في كم مشروع اتقدم لدل ولا ما تعرفوش؟ ما عنديش معلومات دي. عشان عدد في الليمون ده كتير جدا، ده مستوى العالم. اي كويس. انما ده اللي بعتت لكم فعلا، قالت لكم انتم من اهم 10 مشاريع. كان تبع الجامعه، المسابقه بدات تبع الجامعه طبعا، تبع دكتور ايمن عباس قال لنا عليها، وطبعا شاركنا فيها ودخلنا بقى حسب المراحل برضو بنقدم فيها وبنقدم تقارير وبنقدم فيديوهات. وبتقعدوا ترتقوا، يعني هو بيختارك من اول مجموعه وبعدين يطلعك على المستوى الاعلى. المستوى هو احنا اخر حاجه وصلنا لاخر 1000، بعد كده لاخر 1000 اختاروا منهم 10. من 1000 مشروع بعد ده الاخر؟ من اخر 1000، يعني اخر فيز اتبقى فيها 1000. الفيز الاولانيه بقى خلاص كانت كام احنا ما نعرفش، يعني ما كانوش بيقولوا ارقام، هي اخر فيز بس هي اللي قالوا. واتبعت لكم ايه بقى؟ هم بعتوا لنا ميل موضحين فيه اللي احنا المشروع بتاعنا من افضل 10 مشاريع تقدموا في المسابقه. من افضل 10 مشاريع تقدموا. ما قالوكوش بقى طب نكرمش لكم حاجه؟ كل الناس فاكره انهم كرمشوا لنا حاجه، واحنا ما حدش كرمش لنا اي حاجه خالص. يعني ما حدش لغايه دلوقتي عمل معاكم اي واجب؟ يا ريت حد يكرمش لنا حاجه يا جماعه. ما حدش واجب؟ يا ريت حد يكرمش لنا حاجه. ما حدش واجب لغايه دلوقتي خالص. الحمد لله. المسابقه كانت الاول وثاني وثالث، اتبعت لنا ميل ان احنا من توب 10، يعني ان احنا افضل 10 مشاريع. مظبوط. كويس. طيب خليني بقى انتقل بيكم للمرحله المستقبليه عشان وقت البرنامج. انت عايزين ايه؟ انتوا هتعملوا شركه؟ هتاسسوا ايه؟ ان شاء الله. عشان تنطلقوا بعد كده. الجامعه البريطانيه هل هتقبلوا العرض بتاع هذه الجامعه ان هي تاخدكم وتعملكم كفريق وتبدا تعمل لكم انكيوبيشن للفكره؟ لو الموضوع فعلا هيتم بتوتال يعني بفند كامل بمكان فعلا يعني مناسب بكل حاجه، ليه لا؟ واضح ان هي الايكونومست اللي فيك. مش كده؟ دي بتاعت الاقتصاد. حلو جدا. ما انا بوفر لهمش خالص على فكره. ما بوفر لهمش خالص. ما بتوفرش خالص. ها انت عايز تعمل ايه؟ مصر ايه بكره؟ لا احنا نفسنا فعلا نحول المشروع من مجرد اللي هو نموذج اولي او بروتوتايب اللي هو لا يتحول لمنتج نهائي يقدر ينزل السوق، يقدر يعني يقدر ينافس. احنا مش احنا عاملين فكره مستخدمين فيها حاجات ميكس ما بين كذا فكره مش موجوده في السوق، بس احنا في اطراف صناعيه تانية اساسا موجوده في السوق. احنا عايزين بقى ننزل المشروع بحيث ان احنا نساعد فئه معينه من المجتمع دي نقدر نساعدها، ونحاول تحويل المنتج اصلا نفسه اللي هو ينزل دي هتبقى حاجه كبيره هتفيدنا بعد كده، وهتبقى اكيد حاجه مهمه اللي احنا نبدا نخلص من الطرف الصناعي مثلا الايد، نبدا نتجه لطرف صناعي تاني مثلا نركز على الرجل او كده، اللي احنا بس ما نركزش في الدراع بس. احنا هنحاول ان شاء الله نخلص من الدراع ندخل على الرجل ان شاء الله. باشمهندس محمد، لو قالوا لك تعالى اعمل دراسات عليا في البايو ميديكال، مستعد تخش الهندسه الطبيه وتبدا انك انت تعمل دراسات عليا عشان تبدا تتخصص في المجال ده، ولا خلاص لا مش عايز؟ ما دام هيبقى في السعي ان انا اطور الحاجه بتاعتي والحاجه اللي مؤمن بيها، لا اكيد طبعا هدخل فيها. تعمل دراسات عليا بايو ميديكال ان شاء الله. احنا اهم حاجه اللي احنا نطور المشروع. ف لا انا عايزك، مش اهم حاجه، انا مش عايزك المشروع. هل طموحك انك انت تبقى مخترع في المنطقه دي بس، ولا عندك حاجه تانية بتبص لها؟ احنا ممكن برضو ناخد في بايوميديكال، ممكن بعدها ناخد في حاجه تانية. احنا مش لازم بس نركز في بايوميديكال، او ممكن احنا يعني احنا تيم مكون من 3 دلوقتي، ممكن لو واحد فينا خد في البايوميديكال نشوف ايه الجزء التاني مثلا، او الاجزاء اللي مثلا تطوير الطرف الصناعي دوت محتاجها. فمثلا هو ممكن ياخد دراسات عليا في البايوميديكال، ممكن نرمين تاخد دراسات عليا في حاجه تانية تساعد في المشروع، ممكن اخد انا حاجه تانية تساعد في المشروع. وجود ثلاثه بافكار مختلفه بدراسات مختلفه اكيد هيبقى افضل من اللي يبقى احنا الثلاثه درسنا نفس الشيء بالظبط كده.
مين؟ ايه رايك؟ طموحك ايه؟ بقالي 5 سنين نفسي انزله السوق، فاكيد ممكن اخد ماسترز في اي حاجه لو فيهم كلهم، بس يعني مستعده انك انت تذاكري تاني وتكملي وتاخدي دكتوراه وتتخصصي مثلا في البايوميديكال، في تربطي ما بين الهندسه الميكانيكيه والموفمنت والبايوميديكال؟ يعني جدا جدا، بس بعد ما احمد قال رايه حاسه ان هو اصح فكره ان كل واحد فينا يبقى اخد جزء متخصص فيه عشان نطلع حاجه افضل. اي ثينك ده هيبقى احسن من كلنا نتخصص في حاجه واحده. ليه ما عرضتوش في منتدى الشباب العالمي الاختراع ده؟ ما تقدمتوش؟ احنا في الاول ما كناش اولا اوار بفكره اصلا المسابقات عامه، يعني المسابقتين اصلا احنا قدمنا فيهم الجامعه هي الاوفرد دي عن طريق الميل. اوكي، احنا في الاول كان كل اللي في دماغنا ان احنا نشغل البروتوتايب عشان الحلم بتاعنا بس ان هو يشتغل. بعد ما يشتغل ما كانش في دماغنا خالص ان هو الحمد لله ربنا كرمنا واشتغل، احنا محتاجين نروج. فاحنا الموضوع اصلا ما كانش في دماغنا ان هو الحمد لله هينجح النجاح الكبير ده، فمفيش حاجه كانت مترتبه تقريبا يعني خالص. بس ان شاء الله كل حاجه ان شاء الله. نويتي بقى اجيب ورقه كده ارتب كل حاجه؟ نويتي انك انت تنطلق؟ انت عارفه ان في مصر جامعات جديده متخصصه بس في الذكاء الصناعي والتكنولوجيا والتطور التكنولوجي، تابعتيها؟ لا. وعارفه ان كل الحاجات كانت مجانا وكل الدراسات العليا بتطرحها الاتصالات وزاره الاتصالات مع اقوى جامعات العالم مجانا ليكم؟ لا دي حاجه ما عندناش علم بيها. انت ما تعرفيش الكلام ده؟ ما تعرفش ان انت ممكن تذاكر ماجستير وتذاكر دكتوراه وتخش ودكاتره مع اقوى جامعات العالم تماما على حساب الحكومه المصريه للمتفوقين في المجالات دي؟ اكيد دي حاجه كويسه جدا. ما عنديش علم بيها بس لا هخش فيها. لا ده انت لازم تخش. ادخل 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 اتفرج على الجامعات والدراسات المتاحه من وزاره الاتصالات المصريه. وانا بوجه طبعا الى الساده المسؤولين عن الجامعات التكنولوجيا الحديثه في مصر اللي طالعه والوزاره الاتصالات بكل اللي هي عاملاه ونقل التكنولوجيا، ادي مجموعه اهو من الشباب ومعاهم حاجه، ودول بقى دراسات عليا، يعني دول داخلين مخلصين هندسه ميكانيكا ويستطيعون ان يقدموا حاجه في الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي واستخداماته في البايوميديكال ابلكيشنز، وفايزين بجوائز دوليه وجاهزين وعندنا ومصريين وموجودين وتخرجوا فاضيين. فخدوهم خدوهم وتبنوهم علشان يقدروا ان هم يطوروا ده. انا سعيد بيكم جدا. احنا اسعد بجد يعني. وسعيد باللي انتوا عملتوه. عايز بس بقى ايه اخش بقى كده على مرحلة انسانية بحتة. الاهل والاصدقاء بقى رأيهم ايه؟ ها قولي. الاهل تعبوا معانا جدا بشكل كبير جدا من ناحية السهر والشغل والتنقل، نروح هنا وهنا ونرجع وسط البلد واروح ارجع اشتغل في الجامعة الوقت متأخر لا تعبوا معانا جدا. شكرا شكرا جدا ليهم، يعني تعبوا معانا جامد. يعني احنا اساسا تقريبا اغلبيه اليوم تقريبا كنا بنقضيه بره من ساعه ما نصحى عشان نقدر نشتغل على الحاجات دي زي ديت، لان احنا لازم نبقى متجمعين نقدر نشتغل نقدر نوصل لحاجات زي دي، نقدر اصلا نروح مشاوير لاماكن نعرف نشتري منها الادوات ديت، او ننزل نسال زي ما قلنا حضرتك اللي احنا كنا بندور الاول على دكاتره وكده. ففي كل مرحله كنا بنتغايب كتير عن بيوتنا تقريبا. فندى شكرا جدا لاهالينا طبعا، هم اكيد ساعدونا وكانوا داعمين لينا في اللي احنا نقدر نوصل لده. طب دول شباب وكان ممكن ينزلوا ويروحوا ويجوا وحركوا. كنت بنزل. كنت تنزلي ولا انت اللي كنت بتحركيهم بالتليفونات؟ كنت بنزل وكنت بروح معنا. ويعني انا مبسوطه اصلا ان انا حاسه ان انا اهلي كلهم بقى مفخورين بيا جدا، وبجد يعني باباي ومامتي كانوا بيدعموني جدا جدا جدا، لان كان دايما تراك اصلا اللي هو يا بنتي انت ميكانيكا بتعملي ايه هنا؟ انت ميكانيكا بتعملي مع الولاد في السبتيه، انت ميكانيكا بتعملي ايه في الحرفيين؟ لا ثانيه واحده، انت رحتي السبتيه؟ طبعا. ليه؟ كنا بنعمل، كان عندنا مشروع تاني بس مش في سنه 5، كان مشروع فورك ليفت بنعمل رفعه ونش كده. فاحنا كنا بنعمله من البدايه خالص، بندرسه وبعد كده بعد كده بننفذه. فكنت بنزل معاهم السبتيه عشان نعمله. دي حقيقة. دي حقيقة. كنتوا معايا في المشروع ده؟ دي حقيقة. أنا عندي صور في السبتية. أنا عندك إيه؟ عندي صور في السبتية. لا لا مبسوطة جدا بالحكاية دي. أيوه عشان أحس دايما إن الحاجة اللي أنا عملتها دي أنا اللي عاملاها، أنا اللي تعبت فيها، أنا عارفة كل مسمار اتحط فين واتحط ليه. فلا حاجة، ده حاجة 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 جميلة جدا. ونزلت فين تاني بقى عشان تشتري؟ رحنا شارع الجمهورية. كنتوا بتجيبوا ايه من شارع الجمهورية؟ نجيب الحاجات دي، بندور على الفلفات الهواء البمبات دي في شارع الجمهورية، الخراطيم نفسها بالمقاس الصغير. في حاجات لقيناها وحاجات لا، يعني دي قدرنا نلاقيها بس الاحجام الصغيرة قوي مش متوفرة، لان هي مش منتج او سوقها مش ناشئ. ما هيجيبها مين اللي هيشتريها يعني؟
في خراطيم مثلا اصغر من كده مش موجوده. يعني انت لو توفرت لك الادوات ممكن تعمل بروتوتايب تاني بس احسن من صح ده. اكيد جدا. طبعا اكيد. مفيش شركه من الشركات الكبرى بقى اللي في مصر دخلت قالت لكم تعالوا يا اولاد نتمنى انا 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 هخليكم تعملوا بروتوتايب تاني، طب ما تخشوا على يعني فكركم ليه واقف؟ انا حاسس انتم بتفكروا في المشروع نفسه، انما حته انكم مش تسوقوا، سيبك ان انت عايزه تكسبي، انا عارف الحدوته دي، انا هبص اهو. ايوه انا بص شايفها على وشك على طول اهو. اكيد مش هدف الاساسي الربح، بس اكيد ان تسوق لفكره حتى تتحول الى منتج بشكل مختلف. ما حاولتوش تقربوا من شركات، تطلبوا من شركات دعم؟ جامعتكم ما ساعدتكوش ان هي تجيب لكم دعم من حد تاني؟ محتاجين نسجل الاول المشروع باسمنا. انتوا لسه ما تسجلش؟ لسه ما تسجلش. احنا اول ما خلصنا المشروع خلاص عملنا مشروع التخرج بتاعنا، بعدين كده ما شاء الله نمنا صحينا هنا المشروع بيجري في كل حته كده ونجح، فاللي هو المشروع ده محتاج يتسجل، فحسينا ان احنا محتاجين نسجله. بداتوا اجراءات التسجيل ولا لا؟ ان شاء الله. هو بالبرنامج ده انتوا كده سجلتوا الحمد لله. اثبتوا كده، ما هو بالمسابقات اللي انتوا دخلتوها احنا وبالمشروع اللي سجل في الجامعه عشان تخرجكم وبوجودكم في برامج زي دي كده، فانتوا كده سجلتم ان انتوا اصحاب الفكره دي، انما لازم تعملوها قانونيا بقى، انكم تاخدوا فيها براءه الاختراع بتاع الحدوته دي، ولازم دي اجراءات قانونيه يا جماعه، وارجوكم ركزوا فيها قبل ما تركزي بقى لا في سبتيه ولا تحت الربع ولا تروحي هنا ولا هنا اليومين دول، ركزوا في ده واسعوا فيه. بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معايا النهارده. مهندس محمد العايدي الف شكر لحضرتك، والمهندس احمد مجدي مظبوط، والاستاذه المهندسه نرمين صبحي، وباذن الله ما تقلقيش الفلوس هتيجي بس قدام شويه. ماشي على مهلك على نفسك. اشكركم على وجودكم وعلى هذا المجهود، وانا فخور بيكم جدا. شكرا جدا. تحياتي ليكم وتحياتي لاسركم واهلكم اللي استحملوكم واستعملوك انت بالذات في الفتره الماضيه. بكون سعيد قوي وانا بقدم قصص نجاح، صدقوني ولادنا يستحقوا ان احنا ندعمهم، ودي دعوه لكل الجهات المتخصصه، ادعموا هؤلاء الشباب، معاهم فكره عالميه اعترفت بيها جهات كثيره جدا، ادعموهم، هم يستحقوا هذا الدعم ومصر تستحق هذا الدعم. بشكركم على متابعه حلقه نهايه الاسبوع من الحياه اليوم، نشوفكم في بدايه الاسبوع باذن الله. الحياه اليوم.